يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل. ده أغرب موقف الحقيقة مر بيا في المسألة ده. هي شوفوا الكنجرو ضخم قد إيه، بصوا هيطلع جنين قد إيه، خليكم معايا شوفوا. أدي الجنين بيخرج أهو، أدي الجنين بيخرج أهو، سبحان الله العظيم، جنين صغير جدا جدا جدا. هتشوفوا حجمه قد ايه، ما يجيش مثلا قد عقلة الاصبع. انا استغربت، تفتكروا ليه؟ تابعوا معايا في الموضوع ده وهتشوفوا دلوقتي هو ايه اللي بيحصل. شوفوا هي بتولد نفسها برضو، شوفوا رحمة الام، شوفوا ادي الكنجرو. تفتكروا، تتخيلوا يا اخواني واخواتي ان حجم الكنجرو الكبير ده يولد الحجم الصغير جدا ده، تفتكروا ليه؟ بصوا الكنجرو الصغير رايح فين، بصوا هو لسه ما اكتملش نموه اساسا كجنين، شوفوا هو رايح فين، عمال يسعى ويكافح ويطلع ويتسلق، تفتكروا رايح فين؟ رايح للكيس اللي بيقعد فيه طول عمره بعد كده جوه بطن امه. شوفوا ايوه اهو عمال يطلع لحد ما وصل في وقت الكيس اللي جوه بطن الكنجرو. عارفين ليه؟ هتشوفوا دلوقتي اهو وصل جوه الكيس اهو، وامه طبعا عارف، سبحان الله، سبحان من خلق فسوى وقدر فهدى، سبحان من خلق فسوى وقدر فهدى. لان مكان الرضاعه بتاعه والاكل بتاعه اللي هيكمل فيه نموه بعد كده موجود جوه هذا الكيس. شوفوا هيفضل يبحث عن مكان الرضاعه اهو، سبحان الله العظيم. شوفوا هو ملوش عيون اصلا دلوقتي، يعني انت لو نظرنا في وجهه اهو، شوفوا وجهه مفيش عيون يشوف بيها بشكل كويس اهو. شوفوا التقم ثدي الام وبدا يرضع ويتهنى لحد ما يكبر جوه بطن امه او جوه الكيس اللي هو كيس الكانجرو اللي بيبقى هو نحرها في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. يا من يرى، يا من يرى في ظلمة الأحشاء بغير تمقر. يا من يرى، ويرى مكان الوطئ من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل. يا من يرى ببطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمقر. يا من يرى مكان الوطن من أقدامها في سيرها وحسيثها المستعجل، ويرى ويسمع حسها ودونها في قاع بحر مظلم متهول، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني
الزمان الأول يا من يرى Thank you.